بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 159. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العدد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من الطلاق وأحكامه وما يتبعه من إيلاء وظهار ولعان، انتقل إلى بيان ما يترتب عليه وهو العدة. والعدة هي التربص المحدد شرعا، فشرع الله للمفارقة بالطلاق أو بالوفاة، بالطلاق الذي بعد الدخول أو بالوفاة، شرع الله لها التربص، وهو ما يسمى بالعدة، وأن لا تتزوج إلا بعد نهاية هذا التربص، وذلك لعدة حكم. فالعدة شرعت لعدة حكم بالغة. أولا لأجل العلم ببراءة الرحم لئلا تختلط الأنساب، وثانيا لأجل حرمة عقد النكاح السابق، فيكون في هذه العدة حريما له. و الحكمة الثالثة من أجل حرمة الزوج الذي طلقها أو فارقها، فتظهر الحزن عليه وعلى فراقه في هذه المدة من أجل حرمته. والأمر الرابع، وهو حكمة عظيمة، إتاحة الفرصة للزوج بأن يراجع زوجته إذا كان الطلاق رجعيا، بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة. فأعطاه الله الفرصة كي يتروى ويراجع زوجته إذا ندم على فراقها، قوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهذه العدة فيها حكم عظيمة وأسرار جليلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا. نعم، أعيد. نعم، تلزم العدة كل من فارقت زوجها. نعم، بشرط أن تكون فارقت زوجها زوجا خلا بها مطاوعة. نعم، تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها. الخلوة توجب العدة،
لأن هذا قضاء الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، أن كل من أرخى حجابا أو أغلق بابا على معقود عليها فإنها تجب عليها العدة. لكن ذكر المؤلف شروطا لهذه الخلوة، أن تكون مطاوعة. نعم. فإن كانت مكرهة فإنها لا تجب عليها العدة. قال مع علمه بها. والشرط الثاني أن يكون الزوج الذي خلى بها عالما بها، أي عالما بوجودها معه في هذه الخلوة. فإن كان لا يعلم بوجودها لكونه أعمى أو لكون المكان مظلما ولا يراها، فإن هذه لا تعتبر خلوة توجب العدة. وقدرته على وطئها. وهذا الشرط الثالث، أن يكون قادرا على وطئها. فإن كان فيه ما يمنع من وطئها فإنها لا تعتبر خلوة، كأن يكون ممسوحا ليس له ذكر ولا خصيتان، فهنا الوطئ متعذر، فخلوته وعدمها سواء. نعم. قال وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما. نعم، إذا كان يقدر على وطئها خلقة ولكن هناك مانع يمنع. نعم. حسا أو شرعا، فإن هذا لا يمنع وجوب العدة عليها. ما دام الوطئ ممكنا فإن هذا لا يمنع وجوب العدة عليها. نعم. قال ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا. منهما أي من الخلوة، أو من أحدهما أي الخلوة والوطء. نعم. مثال المانع الحسي يا شيخ الشرعي. مثال المانع الحسي كان يكون مقطوع الذكر، هذا يمكن أن يطأ ولو كان مقطوع الذكر. نعم. والمانع الشرعي. المانع الشرعي كالصوم والحيض والنفاس، هذا مانع شرعي. نعم. لكنه لا يمنع احتمال الوطء. نعم. فتلزم العدة ولو خلا بها صائمين. ولو صائمين، ولو حائضا أو نفسا. نعم. أحسن الله إليكم. قال أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. هذا هو الشيء الثاني مما يوجب العدة. الشيء الأول الخلوة بشروطها. نعم. الشيء الثاني مما يوجب العدة الوطء بعد العقد. فإذا وطئها ولو بدون خلوة فإنها تجب عليها العدة، قوله تعالى من قبل أن تمسوهن، فدل على أنه لو مسها وجبت، يعني جامعها وجبت عليها العدة. نعم. أو مات عنها. أو مات عنها. الشيء الثالث مما يوجب العدة على المفارقة الموت، فإذا مات عنها وجبت عليها العدة سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول، لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذا عام في المدخول بها وغير المدخول بها، وإنما قيد المدخول بها هذا في حالة المفارقة في الحياة، أما المفارقة في الموت فلا يشترط الدخول بها لعموم الآية ولقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. تلزمها العدة ولو كان النكاح فاسدا، والفاسد هو ما كان فيه خلاف بين العلماء، كالعقد بدون ولي، أو العقد بدون شهود، فهذا يسمونه عقدا فاسدا نظرا لوجود الخلاف فيه. فمن العلماء من يصححه. خلاف العقد الباطل. نعم. فإنه هو الباطل، هو المجمع على بطلانه. نعم. قال وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. إن كان النكاح باطلا وفاقا أي إجماعا لم تعتد للوفاة، لأن وجود هذا النكاح كعدمه، لأنه عقد باطل لا تترتب عليه أحكامه، وذلك كالعقد على خامسة، إذا عقد على خامسة فهذا عقد باطل بالإجماع، فإذا مات فإن المعقود عليها لا تعتد للوفاة.
وكذلك العقد في العدة، لو عقد على امرأة معتدة من غيره فإن هذا العقد باطل، لأن المعتدة لا يجوز أن يعقد عليها ما دامت في العدة من غير زوجها إذا كان يحل له أن يعقد عليها، بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر ثلاثة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ولا جناح، نعم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، فأباح التعريض دون الخطبة، وإذا كانت الخطبة الصريحة محرمة فالعقد محرم من باب أولى. وفي آخر الآية قال: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب يعني العدة أجله، فهذا نهي عن العقد على المعتدة، والنهي يقتضي الفساد والبطلان. نعم، أثابكم الله. قال: ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت بماء الزوج، أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. من طلقها قبل الدخول فإنها لا عدة عليها، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أو طلقها قبل الوطء فإنها لا عدة عليها، أو كان الوطء ممن لا يطأ مثله كالصغير فإن هذا الوطء وجوده كعدمه، أو تحملت بماء الزوج، أو تحملت بماء الزوج هو لم يطأها ولكنها أخذت ماءه وتلقحت به، فإن هذا لا يعتبر وطئا، لا يعتبر وطئا فلا يوجب عليها العدة، فلو طلقها بعد العقد فإنها لا تجب عليها العدة، لا تجب عليها عدة الطلاق. وإن كان قد ينتج حملا، نعم وإن كان قد ينتج حملا، هذا تعتد بالحمل. نعم. أو قبلها أو لمسها بلا خلوة، أو قبلها لو بعد العقد قبلها أو مسها بشهوة فإن هذا لا يوجب عليها، ثم طلقها بلا خلوة فإن هذا لا يوجب عليها العدة، مجرد التقبيل أو المس بدون خلوة لا يوجب عليها العدة، لأنه ليس بخلوة ولا وطئ. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. والمعتدات ست. نعم، المعتدات أي يعني أنواع المعتدات بحسب الاستقراء ستة أنواع. نعم. الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل. النوع الأول من المعتدات الحامل، وهذه عدتها بوضع الحمل من موت وغيره، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والآية عامة في المتوفى عنها وغير المتوفى عنها، فلو أنها ولدت بعد الطلاق بلحظة أو بعد الوفاة بلحظة فإنها تخرج بذلك من العدة. نعم. إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد. إلى وضع كل الحمل، فإن كانت حاملا بتوأمين ووضعت الأول منهما فإنها لا تخرج به من العدة حتى تضع الثاني، قوله تعالى: أن يضعن حملهن. وإذا بقي فيها بعض الحمل فإنها لم تضع حملها، وكذلك لو ظهر بعض الحمل فإنها لا تخرج بذلك من العدة حتى يتكامل وضعه، أن يضعن حملهن. نعم. قال: بما تصير به آمة. ويشترط في الحمل الذي تضعه لخروجها به من العدة أن يتبين فيه خلق الإنسان بأن تظهر أعضاؤه ويظهر عليه التخطيط والأعضاء، وأقل ما يمكن فيه ذلك 81 يوما في 40 الثالثة، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود:
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة يعني مني، ثم يكون علقة مثل ذلك يعني يتحول إلى دم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذا في 40 الثالثة يتحول إلى مضغة وهي قطعة اللحم وتفرض أعضاؤه. فإذا ظهر عليه ما يتبين فيه خلق إنسان فإنها تخرج به من العدة، وإن كان دون ذلك فإنها لا تخرج به من العدة. نعم. قال إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد. أي نعم، بما يعني يشترط في الحمل أن يكون تبين فيه خلق الإنسان، أن يكون ما تصير به الأمة أم ولد، وهو ما يتبين فيه خلق الإنسان، فإذا تبين فيه خلق الإنسان صارت به الأمة أم ولد، وصارت به الحامل قد خرجت لوضعه من العدة. نعم. فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة، إذا لم يلحق الحمل أي كذلك يشترط في الحمل الذي تخرج به من العدة، أولا الشرط الأول أن يكون مما تبين فيه خلق إنسان، الشرط الثاني أن يكون المولود له ممن يولد لمثله، فإن كان المولود له لا يولد لمثله كابن الذي دون البلوغ أو الممسوح الذي قطع ذكره وخصيته فهذا لا يولد لمثله ولا ينجب. نعم. قال فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا، لصغره يعني لكونه دون البلوغ. نعم. أو لكونه ممسوحا، والصغير تبين لنا أن حده إلى 10 وأن 10 يلحق به الولد. نعم. لقوله وفرقوا بينهم في المضاجع، أما إذا كان دون 10 فإنه لا يلحق به ما ولدته المعقود عليها له. نعم. أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكاحها، أو ولدته لأقل من 6 أشهر من بداية النكاح وعاش، فإن عاش فإنه لا يكون له، لأننا نقطع أن هذا قبل العقد، أما إذا لم يعش فهذا إذا تبين فيه خلق إنسان خرجت به من العدة. نعم. قال لم تنقضي به، لم تنقضي به. نعم. وأكثر مدة الحمل 4 سنين، أكثر ما يبقى الحمل في بطن أمه 4 سنين، لأن هذا أكثر ما وجد من الوقائع فيحكم به، فإن ولدته لأكثر من 4 سنين منذ عقده عليها فإنه لا يلحق به. نعم. وأقلها 6 أشهر، أقل مدة الحمل 6 أشهر، وذلك لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا طرحنا حولين كاملين 24 شهر كم يبقى؟ 6، يبقى 6 أشهر، فدل على أن أقل الحمل 6 أشهر، أقل مدة الحمل في بطن أمه 6 أشهر. نعم. وغالبها 9 أشهر، يعني صار مدة الحمل 3 أنواع، الأقل وهو 6 أشهر، والأكثر وهو 4 سنين، والمتوسط والمعتاد وهو 9 أشهر. نعم. ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، هذا مسألة الإجهاض، هل يجوز للحامل أن تجهض الحمل الذي هو الآن كثير عند النساء ويجريه الأطباء وهو الإجهاض؟ هذا لا يجوز، لا يجوز إلا في حالات، لا يجوز إلا في حالات محصورة، لأن الحمل مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فالحمل مطلوب، ولا يجوز للإنسان أن يفر من الحمل، بل عليه أن يطلب الحمل والإنجاب والذرية، لأن هذا مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه مصالح للوالدين وللأمة عموما، فلا يجوز إجهاض الحمل إلا في أحوال محدودة،
الحالة الأولى ما ذكره هنا على خلاف فيه، لكن ما ذكره هنا أنه يباح إلقاء النطفة قبل 40، يعني ما دامت منيا قبل أن تتحول إلى دم إلى علقة، يجوز إلقاؤها بدواء مباح. فصار يجوز إلقاء النطفة بشرطين: أولا أن يكون ذلك قبل 40، وثانيا أن يكون ذلك بدواء مباح لا بدواء محرم. وهذا فيه نظر، لكن ذكر هنا أنه يجوز. الحالة الثانية: إذا خيف على أمه، إذا كان بقاء الحمل في بطنها يؤدي إلى وفاتها، في هذه الحالة يجوز الإجهاض إبقاء على حياة أمه. وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز إجهاض الحمل بحال من الأحوال، لا من أجل منع الحمل نهائيا، ولا من أجل كراهة كثرة الأولاد كما يقوله ضعاف الإيمان، وكما يمليه الكفار على المسلمين من وجوب تحديد النسل خوفا من الفقر. نعم. طيب، فمن كانت لها أولاد كثير الحمد لله حققت الولو، زيادة خير، 7 أولاد 10 زيادة خير. وما الذي يدريك أن هؤلاء الأولاد أنهم كلهم يصلحون أو كلهم يبقون أو كلهم يصحون ولا يكون فيهم آفات؟ ما الذي يدريك؟ الله أعلم بذلك. فكثرة الأولاد أحسن. نعم. من حيث المبدأ، يعني قبل إسقاط الحمل، منع الحمل بالدواء المباح هذا ما يدخل في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل؟ هلاك قبل انعقاد الحمل، العزل قبل انعقاد الحمل، هلاك عزل النطفة عن الرحم ما تدخل فيه، الآن دخلت فيه واستقرت وتهيأت للحمل، هذا محل البحث. هل يطاع من قال إني أدع الحمل ليس خوفا من الفقر؟ أنا يرهقه، يزعم أنه يرهق تربية الأولاد ومتابعتهم ومدارسهم. لا بد من صبر، لا بد من صبر، والعاقبة أحسن. الأولاد هؤلاء يكبرون ويصلحون وينفعون، فيصبر على ما يلحقه من المشقة. الله جل وعلا يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، دل على أن التربية أنها شاقة، وأن الولد يتذكرها فيما بعد فيحسن إلى والديه. ولا شك ما صار حق الوالدين عظيما على الولد إلا لما يلحقان به من المشق، وحمله وفصاله 30 شهرا، حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وفصاله في 2 عامين، ففيه مشقة بلا شك، ولكن العواقب حميدة والمصلحة أرجح من المفسدة والمشقة. نعم. طيب، شبهة من قال إن أصل ذلك يجوز تركه، يعني أصل الولد الزواج فلا يثرب أحد لم يتزوج، فما دام ليش ما يثرب؟ إذا كان يخاف على نفسه من الفتنة يجب عليه الزواج، وإذا كان عنده شهوة ولا يخاف على نفسه من الفتنة فيستحب له الزواج من أجل الإنجاب ومن أجل المصالح، الزواج مطلوب. يعني وينهى عن التبتل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، فقال: إني أصوم وأصلي وأنام أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني، فلا يجوز التبتل. نعم. إذن القصد إلى منع الحمل باطل شرعا؟ نعم، إلا لعذر شرعي صحيح. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، ندعو تعداد بقية المعتدات إلى لقائنا القادم إن شاء الله لنهاية وقت لقائنا. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، وهذه تحية من مهندس الصوت عبد الله عريف الحربي. حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.